الروتين أو العادات اليومية وكيف نصنع روتين مميز يساعدنا في أداء أعمالنا. وأنا أبحث وأدور عن أسرار الناجحين، لقيت أن سر النجاح في الحياة يكون في تغيير العادات اليومية. إذا كان في سر يميز الإنسان الناجح والإنسان الغير ناجح، فهذا السر هو في الروتين اليومي. ولقيت أن الناجحين يتميزون بأن عندهم إيجابية تسهل عليهم النجاح أكثر، وحبيت أقدم لكم 5 نصائح يساعدكم في بناء روتين أفضل. أبدأ في تنظيم موعد استيقاظك من النوم، وأحلى شيء إنك تبدأ يومك بالصلاة، ولما تصحى كل يوم بنفس الوقت المحدد ما تتخيل هالشغلة البسيطة لو ركزت عليها قديش حتغير وتطور وتحسن من حياتك. لو جينا نقارن بين شخصين، الأول عادات السهر والاستيقاظ في وقت متأخر ويضيع الوقت مع الأصدقاء دون أي هدف، والثاني تعود على الاستيقاظ في وقت مبكر ويمارس الرياضة ويجتهد في عمله ويهتم في مجاله ويصاحب الناجحين. برأيك مين فيهم أقرب للنجاح في حياته؟ وصدقني يا صديقي، ساعات الصباح هي أكثر الأوقات إنتاجية في اليوم ويساعدك على التركيز بشكل أفضل. لازم يكون شرب الماء جزء من روتينك اليومي، والأفضل تبدأ يومك فيه قبل أي شيء، عشان بعد قضاء ساعات طويلة بدون شرب الماء فجسمك يكون جاف، فلازم شرب كمية كافية من الماء لإعادة ترطيبه. التمارين الصباحية، وهي عادة رائعة جدا لدمجها في روتينك الصباحي، تزود الجسم والعقل بقيمة عالية من الطاقة وتحسن الدورة الدموية وتنشط الجسم والعقل. أبني روتين صباحي من خلالها تكتب فيه كل أفكارك وأهدافك ومشاعرك. الهدف منه إنه يساعدك في تنظيم أفكارك وتحديد نقاط قوتك وضعفك، وهي بوابة إبداعية تكون فيه حوار مع ذاتك، وحتتفاجأ من إبداعك الشخصي في التعبير عن نفسك. أنصحكم جدا في عادة القراءة اليومية، تساعد القراءة على توسيع معرفة الإنسان، كما إنه تساعدك على تنمية أفكارك وتقوي من شخصيتك وتفتح أمامك أبواب واسعة جدا للمعرفة. أخيرا، برغم الألم ومتاعب الحياة اللي ما تنتهي، إلا أن الإنسان أمره الله بالسعي والصبر والاحتساب على مشقات الحياة. وإذا كنت حقا تبي تتبع عادات يومية تغير من حياتك، تمسك بالأمل والطموح وتمسك بكونك إنسان خلقه الله لمعمار هذه الأرض. إذا عجبكم الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، وشاركني رأيك في الكومنتس، وشكرا على الاستماع.